يا آل بيت محمد لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. آمنا بالله. صدق الله مولانا العلي العظيم. من مراحل القيامة هو عبارة عن النفخة الثانية، وإحياء الموتى وبعث من في القبور. القرآن الكريم أشار إلى نوعين من النفخة. أولا قال ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض، ثم قال ونفخ فيه نفخة أخرى. أما النفخة الأولى فهي نفخة الإماتة، والنفخة الثانية هي نفخة إحياء الموتى من جديد. ورد عن الإمام زين العابدين عليه السلام وهو يتحدث عن النفخة قال إذا خرج الصوت مما يلي الأرض فلا يبقى ذو روح في الأرض إلا صعق ومات، وإذا خرج الصوت مما يلي السماء فلا يبقى ذو روح من أهل السماوات إلا صعق ومات. طبعا من الذي ينفخ في الروح؟ ورد في الروايات أنه إسرافيل عليه السلام، وإسرافيل ورد أنه أفضل الأنبياء على الإطلاق، أفضل الملائكة على الإطلاق، بل ورد أنه أفضل حتى من جبرائيل. إسرافيل هو أول من سجد حينما أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود، وكان أسرع الامتثال لأمر الله عز وجل. وإسرافيل بالترجمة العربية هو من السريانية للغة العربية عبد الله، فمعنى كلمة إسرافيل هو عبد الله، فمن اسمه عبد الله فهو في اللغة السريانية إسرافيل. ثم يقول الله عز وجل لإسرافيل مت فيموت، ثم يقول الله عز وجل للسماء أن تمور فتمور، ثم يأمر الله عز وجل للسماء أن تمور فتمور، ثم يأمر الجبال أن تسير فتسير، ثم يقول الله عز وجل والذي لا إله إلا أنا الواحد الجبار القهار خلقت الخلق بيدي وأميتهم بمشيئتي وأعيدهم بقدرتي. فينفخ نفخا. من الذي ينفخ؟ المرة الأولى هو إسرافيل. المرة الثانية من هو الذي ينفخ؟ هل هو إسرافيل؟ نعم هو نفسه إسرافيل. إسرافيل قال الله عز وجل له مت فيموت. ورد أن الله سبحانه وتعالى أول من يحيي إسرافيل، فينفخ مجددا، يعني المرة الأولى ينفخ للإماتة، والمرة الثانية ينفخ لإحياء الناس. فينفخ فلا يبقى أحد إلا حي. وترجع حملة العرش
وتعرض الجنة والنار ويحشر الناس لربهم. إذن هناك نفخة وهي نفخة الإماتة، وذلك قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا ما شاء الله، ثم نفخ فيه نفخة أخرى وهي نفخة العودة إلى الله عز، نفخة العودة البحث والرجوع. فبعد أن تتلاشى أجسامنا وأبداننا وننعد من عماء انعداما كليا، نرجع. ولهذا يقول هنا: تتجلى، يتجلى اسم الحي أو اسم المحيي. الله سبحانه وتعالى من أسمائه أنه له أسماء، وكل اسم يتجلى في وقت معين. مثلا الخالق يتجلى عندنا حينما خلق العالم، الرازق يتجلى عندنا حينما يرزق العالم، والمحيي أيضا يتجلى في النفخة الثانية حينما يعود البشر بعد أن يميتهم الله سبحانه وتعالى. نعود بعد أن ننعدم انعداما كليا. ولهذا القرآن يقول: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ورد في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن الله إذا أراد أن يبعث الخلق أمطر السماء على الأرض 40 صباحا فتعود فتلتحم اللحوم وتجتمع الأوصال. يعني هذا مطر يسمونه مطر النشور، الله سبحانه وتعالى ينزله على الأرض 40 صباحا فتتجمع الأوصال وتجتمع اللحوم. بهذه الكيفية ونحن ننشر ونحشر مرة ثانية. ماء السماء وطين الأرض. وفي آية أخرى يقول: ومن آياته أن ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. زين، إذا رجع الناس هل الحشر أو النشور أو البعث والعودة هل هي عودة جزئية أم عودة كلية؟ لأن هذا العالم فيه مجموعة شمسية، فيه أجرام سماوية، فيه حيوانات، نباتات، جن، بشر، ملائكة. فهل هنا العودة عودة كلية أم عودة جزئية؟ خلال آيات القرآن الكريم، وإن كان القرآن لم يصرح، لكن يفهم من الآيات القرآنية أن العودة هي عودة عامة كلية وليست جزئية. وذلك قوله تعالى: ولنحشرنهم فوربك لنحشرنهم والشياطين، يعني ليس فقط الإنس، حتى الجن والشياطين. وقوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ويوم القيامة هم يحشرون. فكل شيء يحشر، الطير، الدواب، كلهم يحشرون. وإذا الوحوش حشرت، يعني هذه الحيوانات الوحشية أيضا تحشر. وقد يسأل سائل: ما الغاية من ذلك؟
الإنسان يحشر لأنه مكلف، فيقتضي تقتضي عدالة الله عز وجل أن يثيب المحسن ويعاقب المسيء. الملائكة يحشرون لأنهم مكلفون وموظفون يوم القيامة، الجن يحشرون لأنهم مكلفون ومكلفون بصلاة وصوم إلى غير ذلك. إذن ما الغاية من حشر الحيوانات؟ لأن القرآن يقول وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ويوم القيامة يحشرون. الغاية من حشر الحيوانات، الغاية منها هو أمر، الأمر الأول تعويض آلامها، والأمر الثاني هو عبارة عن المقاصة لمن ظلمها. ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لتعد الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، وإن الجماء ليقاد لها من القرناء. الجماء يعني شاتان، شات عندها قرن وشات ما عندها قرن. الشات التي ما عندها قرن مظلومة من الشات التي عندها قرن. النبي صلى الله عليه وآله يقول حتى هذه يقتص لها، ترد حقها يوم القيامة، يقتص لها يوم القيامة. إذن هذا للتعويض وآلامها. وأما للمقاصة فقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله رأى جملا أو بعيرا معقولا أو ناقة معقولة، معقولة يعني مربوطة، وعليها متاعها يعني عليها الحمل. وعادة المفروض أن الناقة إذا كانت لا تنقل الحمل مربوطة، المفروض أنها تكون تستريح وتوضع الأمتعة والثقل عليها. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله رأى ناقة معقولة فقال النبي أين صاحبها؟ أخبروه بأنه أخبروه ليستعد للمخاصمة. إذن الحيوانات إنما تحشر إما لتخفيف ولتعويض آلامها أو للمخاصمة أو لأخذ حقها بمن ظلمها. الناس كيف يحشرون؟ يعني على أي هيئة يحشرون؟ هل على هيئة واحدة أم على هيئات متفاوتة؟ ورد في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام قال أشد ساعات على ابن آدم ثلاث: الساعة التي يعاين فيها ملك الموت، والساعة التي يخرج فيها من قبره، والساعة التي يقف فيها بين يدي الله لا يدري أفي الجنة أم في النار. هذه ثلاث ساعات من أشدها على الإنسان، منها حينما يخرج القبر، يعني يخرج الإنسان من قبره يوم القيامة، هذه من أشد الساعات. لماذا من أشد الساعات هذه الساعة على الإنسان؟ حينما نقرأ القرآن الكريم نجد فيه هنالك، يعني الإنسان لما يقرأ القرآن الكريم ويتمعن فيه يجد هنالك إشارات مقلقة، مثلا قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا بمجرد أن يحشر
يحشر أعمى. بعد ونفخ في الصور ونحشرهم يومئذ زرقا. زرقا يعني هل رأيت إنسانا في الدنيا أزرق؟ يعني هل سمعت بهذه الصفة؟ والله ما لم نسمع بأن إنسان يعني أزرق، ما سمعنا ولا رأينا لا في هذه الأمة ولا في الأمم السابقة. لكن يوم القيامة القرآن يقول ونفخ في الصور ونحشرهم يومئذ زرقا. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله يسأله سعد بن معاذ، سعد بن معاذ يقول له يا رسول الله ما تقول في أخبرني عن قوله تعالى ونفخ في الصور فتأتون أفواجا. أفواجا يعني جماعات مختلفة، جماعة عميان مثلا، وجماعة زرقان، وجماعة كذا وكذا. نفخ في الصور فتأتون أفواجا. فالتفت النبي صلى الله عليه وآله قال يا معاذ لقد سألت عن أمر عظيم، قال ما هو؟ فأطرق النبي صلى الله عليه وآله برأسه ثم قال إن أمتي تحشر على أشكال شتى، منهم من يحشر أعمى، ومنهم من يحشر على هيئة القردة، ومنهم من يحشر على هيئة الخنازير، ومنهم من يحشر يمضغ لسانه فيسيل القيح من فمه فيتأدى منه المحشر، ومنهم من يحشر ورائحته أنتن من الجيفة. سبحان الله، يعني لماذا الناس يحشرون هكذا؟ ما الغاية من ذلك؟ يعني هذا يحشر أعمى وذاك يحشر أزرق، وهذا يحشر على صورة الكلب، وهذا يحشر على صورة الخنزير، وهذا يحشر على صورة قرد. ما الغاية من هذا المطلب؟ الغاية من هذا المطلب أن الإنسان في دار الدنيا له صفات نفسانية، هذه الصفات يوم حينما يحشر، حينما يحشر الإنسان يوم القيامة يكون على هذه الهيئة. مثلا عندنا الدياثة، ما معنى الدياثة؟ الدياثة هو انعدام الغيرة، أعاذنا الله وإياكم. إنسان ما عنده غيرة لا على زوجته ولا على أولاده ولا على عرضه ولا على شرفه، هذه تسمى دياثة. فالإنسان الذي يعني زوجته تتبرج ما عنده مشكلة، ابنته تتعرى ما عنده مشكلة، تكون لها مثلا علاقة مع شخص أجنبي ما عنده مشكلة. فهذا الإنسان الذي ما عنده غيرة على عرضه ولا على أولاده ولا على بناته، هذا يسمى دياثة، أجرنا الله وإياكم والمؤمنين. هذه الدياثة من أين جاءت؟ جاءت من الخنزير، يعني على أساس حيواني. الخنزير من صفاته أنه عديم الغيرة، يقول الخنزير لا يأتي إلى زوجته إلا بعد أن ينزي عليها 40. فالخنزير من صفاته عدم الغيرة، فالناس في ذلك اليوم لا يرون فلانا وإنما يرون خنزير. فإذا هذه صفة، فالإنسان الذي يأتي على هيئة الخنزير يعني هذا الإنسان الذي ما عنده غيرة. بعد واحد يأتي عنيف، واحد عنده عنف، هذا ما عنده لطف، يعني لا يعيش اللطف مع أسرته لا مع زوجته ولا مع أولاده ولا مع أصدقائه، عنيف جدا
لا يسمع يوما إلى زوجته كلمة طيبة، أولاده مثلا لا يشعرون منه مشاعر الأبوة والحنان. هذا عنيف، هذا من العنف، هذه من صفاته السباع الضارية. ولهذا الإنسان العنيف في الدنيا يحشر يوم القيامة على هيئة سباع ضارية. طبعا كل إنسان عنده صفات، وكل إنسان وكل واحد منا تختلف صفاته من شخص وآخر. فإذا هذا الغرض، وهذا هو السبب لأن الناس يحشرون على هذه الصور. زين، أما إذا كان الإنسان مجمع لصفات دميمة، هاي شلون بعد؟ يعني واحد إنسان في صفات دميمة يحشر. ولهذا ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله قال: يحشر بعض من أمتي على صورة تحسن عندها الكلاب والخنازير. يعني أنت إذا اطلعت إلى الكلاب والخنازير تقول سبحان الله الخالق والمبدع من تلك الهيئة التي يظهر عليها الإنسان. لماذا؟ لأنه عنده كم صفات ذميمة مشوهة، فيحشر على عدة على عدة هيئة. يعني إنسان دميم بتمام. وطبعا نحن هذا لا نراه في الدنيا، لأن نحن في الدنيا لا ما عندنا عين برزخية حتى رأنا الناس على هيئاتهم. لو تكاشفتم لما تدافنتم، الله ستر. لكن في ذلك العالم: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بصرك ذاك اليوم يصير عندك عين برزخية قوية، ترى الناس على هيئاتهم. وربما يكون الإنسان عند عين برزخية وبصر أقوى من الحديد، أقوى من الحديد في عالم الدنيا. الإمام الحسين عليه السلام يقول لشمر بن دلجوشن عليه: لقد صدق جدي فيما قال. قال: وما قال جدك؟ قال: اكشف لي عن لثامك. فكشف وإذا هو رجل أبقع أبرص، له صورة كصورة الكلاب والخنازير. فقال: صدق جدي فيما قال. قال: وما قال جدك؟ قال: قال جدي رسول الله لأبي أمير المؤمنين: يقتل ولدك هذا رجل أبقع أبرص، له صورة كصورة الكلاب والخنازير. فقال: أيشبهني جدك بالكلاب والخنازير؟ لأذبحنك من قفاك. والذبح من القفا شديد الوطأ على المذبوح. الإنسان لما يذبح من الأمام يندبح بسرعة، لكن الإنسان لما يذبح من القفا يكون ببطء ويتألم المذبوح. فقال: لأذبحنك من قفاك. فلما رآه الحسين مصرا على ذلك قال: إذن اسقني قطرة من الماء وأنا أضمن لك شفاعة جدي رسول الله. اسقني قطرة، ثلاثة أيام ما شربت الماء، شمس وحرب وحر وسلاح و شاهد فقدتها، فاسقني قطرة من الماء. وإذا بشمر بن دلجوشن يقول: والله لا تذوق تشرب الماء حتى تذوق الموت غصة. آخ، مرمي ثلاثة أيام ضامي ما شربت الماء،
عندي أطفال محيرة ومحتار في بال وقولي لشيعتنا أي نوحوا على الماء. هذه الوصية وصية الحسين لسكينة، قال لها بني سكينة بلغي شيعتي عني السلام وقولي لهم إن أبي الحسين مات عطشانا فاذكروا بنتي سكنة بلغي واجب تحياتي بلغي سلام لشيعتي وذكري ظلاماتي بصوت واحد وقولي لشيعتنا أي نوحوا على الماء من بارد الماء يذكروني في عطش كبدي وذكروا مقاسات البلا في كربلا واحده وقولي وقولي لشيعتنا أي نوحوا على الماء صايم ثلاثة أيام ضامي ما شربت الماء عندي أطفال محيرة ومحتار في بلوى وقولي لشيعتنا أي نوحوا على الماء. بعد عندي وصية لك يا سكينة بلغنا أخوان بلغوا شيعتنا بما جرى علينا ولا تخبريهم بالشمار يوم وتصال أيوة حسينة ولا تخبريهم بالشمر يوما وتصال أدري داس بن عالى ومكن البتار فينا صرخة واحدة وقولي لشيعتنا نوحوا على الماء. بعد وش عندك ابو علي ولا تخبريهم بالاعوجية ايش سوت بحالي داست يا سكنة على صدري وشالت اوصال قولي لشيعتنا اي نوحوا على الماء. أحسين بعدك لا هنا عيش ولا لذة مشارب. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه. إلهي نسألك بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذرية الوجيه إلهي فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم آمنا في أرضنا، اللهم آمنا في بلدنا، وآمن سائر المسلمين في بلدانهم. اللهم احفظ مراجعنا وعلماءنا، اللهم احفظ مقدساتنا ومساجدنا. اللهم من أرادنا بسوء فارد ومن كادنا فكده. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا في هذا الشهر واجعلنا من عتقائك يوم القيامة السعيدة المتوفاة. اللهم جافي الأرض عن جنبي أصعد بروحها إليك لقها منك مغفرة ورضوانا احشرها مع محمد وآله الطاهرين واخلف على عقبها في الغابرين. ورحم الله من قرأ لروحها وإلى أرواح الشهداء جميعا سورة الفاتحة.